تسود العالم العربي اليوم من تطورات متلاحقة وسريعة تفرض نفسها على الاهتمام بالجوانب الاقتصادية، وأعتقد القمة الاقتصادية الأخيرة اللي كانت في مصر طلعت ببيان كان واضح، وأعتقد أن الدول تتابع هذه التوصيات، وأعتقد أنه يكون في القمة القادمة في الرياض تقدم اقتراحات جديدة من كافة الدول، وأعتقد أن الدول العربية جادة في تنشيط العمل الاقتصادي بين الأعضاء في الجامعة العربية والدول العربية نفسها. تم اليوم إقرار الاتفاقية الخاصة بتنظيم نقل البضائع بين الطرق العربية، وأيضا المطالبة بتفعيل اتفاقية النقل متعدد الوسائط بين الدول. أيضا هناك في طلب لحتى الدول الأعضاء للانتهاء من التوقيع على اتفاقية ربط سكة الحديد ما بين الدول العربية والربط الطرق ما بينها. تطرق الاجتماع لكثير من النقاط في مواضيع النقل البري والبحري والجوي، وكذلك السكة الحديدية في بعض البلدان التي توجد فيها سكة حديدية. تطرقنا للنقاش على تسهيل النقل البري بين الدول العربية، مثل اتفاقية نقل البضائع بين الدول العربية، موضوع التأهيل والتدريب للعاملين في مجال النقل البري، موضوع الاتفاق على تمثيل الدول العربية في منظمة الآيمو البحرية المنظمة العالمية، استخدام اللغة العربية في منظمة الآيمو، كثير من المواضيع ذات العلاقة، كذلك اتفاقية النقل الجوي بين الدول العربية. نحتاج إلى ساعة من الحديث حتى نستعرض كل التوصيات التي عددها 15 توصية، بما فيها توصية متعلقة بتشكيل المكتب الجديد وبعقد المجلس المقبل إن شاء الله في القاهرة بعد سنة من اليوم. لكن الأهم هو الاهتمام الآن العربي، واهتمام أكيد على ضرورة الربط بين البلدان العربية في مختلف وسائط النقل. ثانيا الحاجة أكيدة إلى ضرورة إيجاد قاعدة مشتركة ملزمة لدول العربية في تعاملها مع بعضها، ولكن كذلك في تعاملها مع المناطق الأخرى في العالم مثل أوروبا.